ابنة رئيس يمني سابق شاهد زوجة الفنان ملحم زين بظهور نذر بالرياض. شارك الفنان ملحم زين في حفل جوي أورد الذي أقيم في الرياض، وكان لافتا حضوره إلى جانب زوجته تماني. تماني هي ابنة علي سالم البيض الرئيس اليمني السابق. تعرفت على ملحم زين عام 2007، ومن ثم تطورت العلاقة بينهما وتكللت بالزواج عام 2008 ورزقا بأربعة أولاد. ولفتت تماني الأنظار بإطلالتها الراقية باللون الأسود إضافة إلى جمالها. وفور انتشار الصور علق الجمهور مشيرين إلى أن هذا الثنائي من أكثر الثنائيات المحترمة في المجال الفني، كما أن لجمال زوجة ملحم حصة كبيرة من التعليقات، خصوصا أنها ليست من محبي مواقع التواصل الاجتماعي ولا تظهر مع زوجها إلا نادراً.